نايدن، صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم غتشوفوا هاد البلاصه، غتعرفوا غتعقلوا على الطريق. ديت اسير المدرسه، دابا انا راجعه للدار. قبل ما نمشي للدار غندوز للماركت نجيب الماء، خاصني الماء للدار. صافي هي ديك، غنوجد الفطور، غنفطر. وكما قلت لكم في الفيديو اللي قبل، منين خرجت من ديك الخدمه دابا وليت نمشي نصايب غير الميكاب. عندي خدمه دابا مع واحد العروسه عندها الحنه دابا اليوم، هي خدمه الصالون. صافي هي ديك، غنفطر كما قلت لكم ونمشي. يلا نوجد المكياج، نحطو داكشي. صافي بيد ما نوجد وصل الوقت ديال اسيل، غنجي نجيبها وديك الساعه نمشي للصالون، حيت داير مع الوحده غادي يجيو ونصايب لهم، جايه هي امها وصحاباتها. وصافي يعني تقدر تجي قبل في الوقت اللي نكون انا مازال في الصالون، يمكن خوها يوجد لها شعره وهذا. المهم الا بغات نصور معكم المكياج راه غنصور معكم. فطوري هو هذا، شوفوا على كويس، جاني كادو جابتو لي خالتي، جاب الصيف جابتو لي. وصلت للصالون، دابا بديت كنوجد المكياج، لقيتوني ولا كنوجد، فتحت الشنطة. يلا خرجنا، يلا مشاو، طلعت غزاله تبارك الله. ما كملتش معكم الفيديو حيت صافي خصني نزرب، ودابا يلا جمعت ديك الروينه، كانوا خصني نوري لكم الروينه اللي ولات. صافي اسير هي تا هي معايا صافي. دابا يلا غادي للدار. عرضونا الساعه، قلت لهم كون كنت عارضيني قبل كون بعدا وجدت، وهذا كون جيت الساعه عارضيني العرس ان شاء الله. من العرس نهار السبت، هذا السبت هذا اليوم دايرين الحنة، ومن بعد يومين العرس. وصافي ديك الساعه نشوف نقرر واش نمشي ولا لا. المهم دابا عييت نمشيو للدار، جاني الجوع من الفطور، ما كليت شي حاجه. اسيني جاز بطاطيس، اسي بال تعشى بالبطاطا باشكا، بيلاف، بيلاف هو الرز، مكارنا. صافي نديرو بطاطا مقلية والمكرونة. هذا نهار العرس، شاركت معكم الفيديو بجوج، يعني جوج نهارات، نهار الحنة وهذا نهار العرس. هنا جبتي كنوجد الماكياج ديما قبل ما كيجيو، كنوجد الماكياج باش كيكون داكشي ساهل تيكون واجد. صافي حطيت لي باليت ديالي كاملين، داكشي اللي خاصني، لي فاجو ديال هذا الكونتورينغ ديال كلشي حطيتهم وجدتهم وقديتهم. وصافي منين جات بدينا الخدمه كما تشوفوا في الفيديو هنايا، كما تشوفوا وجدت كلشي صورت لكم. ما كنهضرش حيت الموسيقى كانت داكشي علاش. وهنايا جات بديت كنخدم ليها تبارك الله غزاله، وطلع العرس تبارك الله حتى هو زوين كما تشوفوا. واحد اللقطات في الاخر القاعه وداكشي ما صورتش بزاف لكم، عارفين على بحسم بحسم ولا بحسب، المهم هي هذيك الكوبي رايت داكشي علاش، راكم عارفين كما كنقدر نصوروا كلشي، لا الموسيقى لا اي حاجه، حتى الناس ما كنصوروهمش شي قضيه الكوبي رايت، ولكن الخصوصيه ديال الناس. المهم ماشي مختطفه هكا صورته معكم ديال القاعه كما تشوفوا هنا. بديت لها وجهها، درت لها المرطب، ومن بعد درت لها هذا سميتو ايزونوش كيقولوا له برايمر، ومشى لي من بالي. وصافي هنا بديت كنقاد لها الفوندو تاع، وهنايا بديت كنخدم لها العينين.
صراحة أي حاجة كان بغي صايبها كان تشاور معها، بغيتي هادي بغيتي هادي، ومني جات كتقتلني كتقول لي صايبيتي اللي بغيتي صايبيتي، وأنا تنخاف من ديك اللي بغيتي، كنخاف منها في الآخر، ولكن الحمد لله ما تايقة في الخدمة ديالي وهادي، داكشي الحمد لله يعني كيعجبهم. بحال الماكياج ديال نار الحنة كيما شفتو، كنت خدمت ليها هكاك داخل الحمر هذا حيت لبسات كسوة حمراء، وما قدرتش كما قلت لكم في الفيديو دارك الوقت هذا خصهم يخرجوا هذا، ما صورتها شويه كانت لابسه. وهنايا الفينال ديال الماكياج ديال العرس، هي قلت لها خدمي معايا هزت الفراجه باش كنصور لكم، وبديت هكا كنصايب ليها، وطلعت غزاله تبارك الله كما كتشوفوا الماكياج ديال الخدمه ديالي، على حسب كل واحد وشنو كيبغي الماكياج كنخدمو ليه. كاين اللي كيعطيني خاطرو تيقول لي زعما صايبي انتي، انا تايق فيك صايبي انتي على حسب اللي بغيتي. صافي هنايا صورت هكا واحد فيديو صغير باش تشوفو الماكياج كيفاش جا، جات تبارك الله غزالة وظريفين صراحة، والله إلا ظريفين، الناس ظريفين الله يعمرهم الدار. الماكياج ساليت، شوفو يكونوا في الأول منظمين، كيوليو كلشي مرون. هاي عرسي جاي صايبة تسعية، خمس يوم عروضي. ما شاء الله القاعة شحال زوينة، شوفها زوينة كبيرة تبارك الله، داير شحال من طبلة. جات هنا تطلع على البحر، شوفوا منظر زوين، شوفوا كاين تا لتحت. زوين صراحة. هنا فين كيجلس العروسة والعريس، والجقرة والهيه دابا كانوا كيوجدو، دابا باقي ما جاوش الناس، العروسة داها العريس دابا عاد يجيبو. القاعة غزالة عجباتني، شوفوا تبارك الله دايرين ديكور زوينين، شحال من طبلة تبارك الله، راه ما بغيتش تما كاينين الناس. دابا دابا العروسة قريبة يجيبها العريس، جا خطفها من دارهم، جا زوينة واحد المنظر هنا حدا البحر، غزالة صراحة. وانا كنشكركم كي العريس والعروسة كي جلسوا، لا زوين عجبني والله، الا جيت على وديت اسير مع كانوا مع وليدات الصغار هذو اللي فاتهم، كتلعب معاهم غدي معاهم، وما بغيتش نخسر لا خاطره، حتى ما بقاو تيرغبو تيرغبو، ما بغيتش حشوم بقاو يرغبو بزاف. صافي وجيت، واخا جيت غير بحوايجي هكا عادي، جيت مع ولادي. شوفو